بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حمید پاکستان 786، 29 اکتوبر 2024، دن منگل، تازی اور فریش ویڈیو۔ قاری شیخ مہر مکیلی صاحب کی سورہ یاسین کی تلاوت۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انك لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما